السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد وبتغطية خاصة من قلب صحراء السماوة أو بادية السماوة. احنا اليوم على بعد 40 كيلومتر فقط عن الحدود مع السعودية وفي مشروع المهندس. هذا المشروع اللي حقق معجزة كبيرة جدا، اللي حول صحراء قاحلة كان من الممكن انه او مستحيل انه نسمع انه في يوم من الايام ممكن تزرع بيها مزروعات او حقول او زراعه استراتيجيه او فساء النخيل، ولكن كانت اراده حقيقيه عراقيه وباشراف مباشر من هيئه الحشد الشعبي، وايضا مثل ما اليوم عندهم مشروع كبير جدا وهو زراعه مليون نخله او مليون فسيله وبدايتها 20,000 وبرعايه مباشره من رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني وبحضور شخصيات مرموقه بالقطاع الزراعي والسياسي وايضا شخصيات وطنيه بارزه. يا رب ان شاء الله تغطيه تعجبكم وابقوا ويانا. يعني. المشاهدين، قبل بدء الحفل الرسمي لزراعة مليون شجرة في بادية السماوة، طبعا نستثمر وجود الأستاذ كريم المهندس المقيم في شركة المهندس الزراعية اللي راح يشرح لنا الكثير والكثير عن عمل هذه الشركة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا بكم. طبعا نرحب بكم واحنا سعداء اليوم وجودكم ويانا، وراح تتفرجون على ما انجزناه خلال العام الماضي. الحقيقة شركة المهندس شركة الإرادة والتحدي، التحدي من أجل رسم مستقبل زاهر لأبناء العراق تليق بتضحياتهم اللي ضحوها من أجل رفعة اسم العراق. مشروع المهندس هو مشروع استثماري الآن في بادية السماوة كمشروع أولي، وهو استثمار 2 مليون دونم موزعة بين المحاصيل الحقلية والعلفية وموزعة بين المحاصيل الصناعية. المحاصيل الحقلية اللي هي الحنطة والشعير والمحاصيل العلفية. المحاصيل الصناعية هي الآن دخلنا نبات الجيجوبه، وهو نبات لأول مرة يدخل بالعراق بمردود اقتصادي يمتاز، يتوزع على الطبي والتجميلي، بحيث يسموه نبات الكوزمتيك أو الذهب الأخضر. هذا يمتاز بزيوته العالية في زيوت البذور مالته، اللي تستخدم أيضا زيوت في محركات الطائرات. هاي أول مرة يزرع بالعراق؟ أول مرة يزرع، وإن شاء الله راح يكون على بحدود 100,000 دونم. نعم. شنو بهاي السنة، أنت قلت سنة تحدي، شنو اللي أنتج هنا؟ شنو اللي يعني 100% اكتمل المشروع؟ نعم. التحدي الصحراء بشكل عام يسموها الزراعة تحدي بها، ليش؟ كثرة تضاريسها واختلاف الأرض وكثرة الصخور. يعني أضرب لك مثل، الصخور الموجودة لكبر حجمها نستخدم حفارات تقلع الأحجار، وعندنا بلدوزرات يلا الزيحة، البلدوزرات ما تزيح الأحجار بدون ما نقلعها بواسطة الحفارات، ونجيب الشفلات ونجيب الجريدرات ونجيب عندنا لامومات مال الحجر، وان شاء الله اذا تروح تشوف تقول هاي كانه صار لها 4-5 سنوات مزروعه وهي السنه، بينما الارض كل ما تتقادم بالزمن كل ما تكون انتاجيه اكثر. نعم. استاذ كريم، عانيتوا موضوع المياه، يعني اليوم انتم اعتمادكم كله على المياه الجوفيه، عانيتوا بموضوع جوده المياه مثلا؟ والله بالنسبة للصحراء بشكل عام هناك معاناة بالمياه، وهي أهم ما يوجد بالصحراء أنه توفير الماء، وأول ما نبدي بأول خطوة هو دراسة المياه. الحمد لله المياه الموجودة في بادية السماوة تمتاز بقلة الملوحة قلت الكبريت، ولذلك احنا استمرنا بعملنا. الان عندنا 100 مرشه منصوبه بحدود ال 5000 دونه مزروعه تحت المرشات بمحصول الحنطه، وعندنا زراعه ديميه بحدود ال 40 الى 50 الف دونه مزروعه زراعه ديميه، والحمد لله يعني صح مو ضمن المستوى لقله الامطار، ولكن نلاحظ انه كبادره وكبدايه انه نحو الاحسن. تتوقعون انه تكون انه باديه السماوه مستقبل المنطقه مهمه للعراق وللاقتصاد العراقي؟ ستكون الصحراء الاولى بالعراق بل بالشرق الاوسط انه واحه خضراء. لما في نيه الناس اهل اصحاب الشأن في تاسيس مشاريع، مثلا عندنا تاسيس مشروع المختبر الزراعه النسيجيه للنخيل، هذا لاول مره بالعراق، صح موجود مختبرات ولكن بمستوى يعني بوساعه بسيط يعني، لكن هذا الان مختبر استعانينا بخبرات اجنبيه، والان راح نبدي ان شاء الله من شهرين تشوف راح تجي ايدي عامله عراقيه. حمله زراعه المليون شجره، شنو انواع الاشجار راح تزرع؟ الان اللي عندنا زراعه نخيل نسيجي، هو البرحي، الابراهيم، الخنيزي، يعني المجهول، اصناف جيده جدا ذات مردود اقتصادي ونوعيه جيده راح تعيد ان شاء الله امجاد النخله العراقيه الباسقه. سؤالنا الاخير والمهم، اليوم تعرف بلد ممكن يعاني من قله فرص العمل، تقريبا كم عامل موجود او كم شخص يعمل وعايش على هذا المشروع الكبير؟ فاتني شيء. مشروع المهندس ليس كما في المشاريع الاخرى بس الربح. احنا شو نسميها يعني جمعيه خيريه لرفع المستوى المعاشي للمدن والمحافظات المجاوره لباديه السماوه، صدقني وهذا مو حكي اعلام، والله وانما لامسي. الان عندنا بحدود ما يقارب 1000 عامل ومهندس وخبير يشتغلون بهذا المشروع. استاذ كريم، انا يعني عذر ممكن اطلت وعندك عمل ربي يخليك، سمعنا انه هناك دول تريد تستثمر بيها بهذه الباديه، يا هو الافضل اليوم للاقتصاد الوطني، الاستثمار الداخلي ام الاستثمار الخارجي؟ ما يقبل الشك الاستثمار الداخلي، تشغيل ايدي عامله، تصير خبره اكثر، الحروس على الارض، هي ارضك باقيه، مكه ادرى بشيء، رحم الله والديك. يعني هل تتوقع انه من يجي يستثمر على عشرات السنين راح يعوفك لحالك؟ لا طبعا، هناك ايديولوجيات معينه، هناك افكار، هناك استراتيجيات عندهم يريدون يحققون اهدافهم الخبيثه، ولذلك ارض الباديه صارت واقع مفروض علينا، لازم نزرع. كل الشكر لك، ممنون بالخدمه، اهلا وسهلا. طبعا أحبة المشاهدين، التغطية الخاصة اليوم بهذا الشيء العظيم والكبير والمبارك، صحراء قاحلة بدأت شوية شوية تتحول إلى واحة خضراء، راح تشوفون أشياء تعجبكم، ابقوا ويانا. يعني. طبعا شاكرين حضوركم ومشاركتكم لنا بهذا الفرح في يوم الشجرة، في زراعة أول منظومة بمساحة 400 دونم ل20 ألف نخلة نسيجية. الحمد لله الهدف أن يكون هناك زراعة 1,000,000 نخلة خلال هذا العام، وبإذن الله تتوفر كافة المقومات لإنجاح هذه الحملة بإذن الله. هدف مشروع شركة المهندس هو استصلاح 2,000,000 دونم. ال2,000,000 دونم في أرض متروكة بها مشاكل كثيرة من صعوبة بالتضاريس، وكذلك موجودة مجموعة كبيرة من الألغام. من خلال عملنا ومتابعة الأخوة الموجودين في هيئة الحشد تم تنظيف كميات كبيرة من حقول الألغام المتروكة، وكم أيضا تم تخطيط أن تكون هناك زراعة لتغطية هذه المساحات الواسعة، بالإضافة إلى النخيل، مجموعة من أشجار الجيجوبه اللي تتحمل ظروف مناخية قاسية، وكذلك تم استيرادها من جمهورية مصر العربية لوجود تجارب طويلة الأمد في هذا المحصول. الحقيقة الموضوع هنا تحدي كبير بالنسبة للزراعة في الصحراء. التجربة العراقية فتية بهذا الموضوع، وأيضا نحاول أنه نستفيد من تجارب الآخرين ونبدي من حيث انتهوا. كثير من المنظومات الرش المحورية تم نصبها بفترة وجيزة، يعني الآن تم نصب أكثر من 100 مرشة محورية خلال فترة وجيزة، وتم استصلاح الأرض اللي تحتها وزراعتها بمحصول الحنطة. تم حفر مجموعة كبيرة من الأحواض التي تجمع مياه الآبار الجوفية، وكذلك تم التهيئة لزراعة مساحات كبيرة من شجرة الجيجوبه. المشروع يهدف إلى اختصار الوقت في استصلاح الأرض، الهدف 2 مليون دونم، المدة الطبيعية لاستصلاح مثل هيك مساحة المقدر لها لا تقل عن 10 سنوات، بس إن شاء الله بجهود الأخوة الطيبين حنختصر الزمن، إن شاء الله يكون العمل شبه مستحيل. مجرد إطلاق حملة زراعة 1 مليون نخلة خلال سنة واحدة هو موضوع تحدي، وتحدي كبير، لأنه زراعة نخيل ذات أصناف جيدة إلى قيمة تسويقية حصولها من خلال المختبرات المتاحة أيضا مو موضوع سهل. تربيتها وتحويلها للأرض بمنظومة حديثة، منظومة تنقيط حديثة تسقي تحت سطح التربة، يعني منظومة دريب سبسيرفيس دريب إيريجيشن، السقي تحت مستوى سطح التربة لتشديد استهلاك الماء والاستفادة من القطرة الواحدة. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين، والآن عندنا لقاء مع المحلل السياسي الأستاذ عباس العرداوي. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله، أهلا وسهلا بك سيدي الكريم. فرصة جميلة نلتقي ببادية السماوة. أي والله، هذه بركة وجود الحشد الشعبي وشركة المهندس اللي دعت هذه الكوادر الكثيرة والكبيرة في الاطلاع على هذا الوضع، يعني معجز كبير ومنجز كبير، إعجاز بوجوده بالبيئة الموجودة، البيئة السياسية التي كانت تتحدث كثيرا عن بادية السماوة. بادية السماوة حاول الكثير أن تعطى للاستثمارات الخارجية، لكن حينما تجد هذا يعني النتاج على الأرض، يمكن صورت عدد كبير من المزروعات اللي أنتجت بهذه البيئة التي كانت تحدي كبير، تحدي البيئة وتحدي وصول المياه وتحدي، يعني لو يتحدثون على مستوى أنه لا توجد حتى يعني عصافير أو طيور، لكن سبحان الله أنه استمرارهم بعملية الزراعة والتجارب الكثيرة. اليوم آلاف الدوانم هي مزروعة بشكل كبير. بس تكلمت في البداية على موضوع مهم، موضوع الاستثمار الخارجي. هل أكو نوايا سيئة خفية حول هذا الموضوع اللي خلت اليوم العتبات والحشد الشعبي وشركات عراقية وطنية أخرى تتجه إلى بادية السماوة؟ يعني واضح جدا احنا نتحدث عن منطقه حدوديه مع المملكه العربيه السعوديه. الان الارض التي نقف عليها هي اقل من 40 كيلو مترا عن رفحه وعن المنطقه الحدوديه. استثمار هذه البيئة والتعامل معها مهم جدا، لا شك أنها تقطع الطريق أمام أي عصابات إرهابية، أمام أي استثمار للصحراء من قبل العصابات الإرهابية. كذلك البعد السياسي الذي كانت تعمل عليه الاستثمارات الخارجية، كان هنالك مطروح أن تستثمر هذه البيئة، تستمر بالشريط الحدودي، يعني من هذه الأرض وقد تنطلق إلى شمال العراق. فنحن نتحدث عن شريط حدودي مهم جدا تأمينه، لأن بكل الوقائع السابقة أنه العمليات الإرهابية وغيرها كانت تأتي من الشريط الحدودي. كذلك الموضوع بتوازن بيئي وأمن سياسي وأمن أمن غذائي مهم جدا. نحن اليوم أمام صراع الأمن الغذائي في المنطقة وأمام تحديات كبيرة لزراعة محاصيل استراتيجية. اليوم المحاصيل التي تستخدم الآن محاصيل ذات بعد استراتيجي مهم جدا، زراعة نسيجية، زراعة مستحصلات، منتوجات ذات طابع طبي، الحنطة والشعير الذي يعد من المواد الأساسية والاستراتيجية، هذه كلها بمعطياتها هي ذات أثر سياسي. توقعك لمستقبل بادية السماوة؟ والله حسب الخبراء والمهندسين الآن الحاضرين وحسب الصور التراكمية التي تجدها أنه كيف كانت وكيف أصبحت. نحن نتحدث عن قلع للصخور وإيجاد للمياه ونقل للتربة وغيرها، بالتالي تحدي كبير جدا. هذا التحدي اليوم جعلهم يذهبون باتجاه تطبيقها على الأرض. اليوم سيتم زراعة 20,000 نخلة من أصل مليون نخلة يتم العمل عليها نسيجيا. موجودة النماذج هنا، نماذج حية وزراعة النسيجية، تجربة مهمة جدا وتجربة كبيرة. هذه كلها بسبب الكفاءات والخبرات العراقية، لكن بوجود الإرادة الحقيقية التي انطلقت من خلال الأخوة في الحشد الشعبي. التحية والشكر لك. شكرا لك، حياك الله. الله يسلمك. أحبة المشاهدين، اليوم لما نتكلم عن بادية السماوة، منطقة مهمة جدا يعني في علم السياسة مهمة جدا، والحمد لله والشكر بجهود أبطال الحشد الشعبي وشركة المهندس وايضا العتبات وغيرها من الشركات الوطنيه العراقيه بدات تنهض هذه المنطقه، ومثل ما قلنا تتحول الى واحه خضراء. سمعنا كثير من نوايا واستثمارات خارجيه واجنبيه تدخل لهذه المنطقه، ولكن ما نعرف شنو نوايا هذه الاستثمارات. راح نشاهد المنجزات والمزروعات اللي موجوده بهذه المنطقه، ابقوا يعني. أيها الأخوة الأعزاء، ما ينطلق به الحشد الشعبي اليوم من جهد لبناء هذه المزرعة التي تقوم على الانتهاء من زراعة 1,000,000 نخلة نسيجية في هذه المنطقة له أهداف كثيرة. الهدف الأول هو أن نجعل قواتنا المسلحة مساهمة في البناء والإعمار، ويكون الحشد الشعبي حاضراً في كل اهتمامات هذه الأمة، في اقتصادها، في آلامها، في مآسيها، في حروبها. لكن آن الأوان أن ننتقل إلى الجانب الإيجابي، جانب المساهمة في البناء والإعمار والاستفادة من جلد وصلابة وإصرار هذا الحشد في تجاوز الصعاب في المناطق الصعبة والمناطق الصحراوية. هدف هذا المشروع أيها الأخوة أولاً الدخول إلى مساحة المشاركة الاقتصادية والبناء والإعمار، والاستفادة من طاقات الحشد الشعبي وكل قواتنا المسلحة في المشاركة في البناء. هذا المشروع في بادية السماوة، هذه الأرض التي لم تستثمر ولم تصل إليها أي رؤية استثمارية سابقة، هذه المحافظة التي تعاني من فقدان القدرة على فرص العمل، هذه المحافظة التي تعاني من فقدان الموارد. لذلك فهدف المشروع هدف كبير على مستوى العراق، هو أول مشروع بهذا الحجم، يخاض بتحدي كبير ويؤسس برؤية علمية نستفيد فيه من خبرات كل الدول الشقيقة والصديقة وكل مراكز الدراسات والأبحاث. وحتما الذي سيطلع على بدايات هذه تأسيس هذا المشروع سيجد حجم الدراسات التي أعدت وحجم التقارير التي أعدت وحجم الخبراء الذين أعطوا الرأي. لذلك تم اختيار هذا المكان، هو مكان مميز. نعم كان فيه حقول من الألغام بسبب الحروب السابقة، كان فيه تحديات كثيرة، لكن أصر أبناءكم على أن يبنى هذا المشروع بالسياق العلمي الصحيح. هو يوفر فرص عمل كبيرة جدا، يوفر موارد للعراق وللمنطقة، هو أيضا يساعد في طرح أنماط جديدة من الزراعة، أنماط ريادية يتماهى معها كل المزارعين في العراق ويكون بؤرة إشعاع لنمط جديد من الزراعة. مع الأسف العراق لا زال يعاني من أنماطه الزراعية، بل أنماطه في السقي والري تتكلم عن نماذج هي عفى عليها الزمن منذ مئات إذا أكثر من مئات السنين. هذا المشروع الرائد الذي اختار نفسه يكون رائدا، أيضا اختار الزراعة النسيجية للنخيل من مناشئ محترمة، وأيضا سيسهم في تحسين البيئة من خلال استخدامه للأسمدة العضوية وابتعاده عن الأسمدة الكيماوية، هذه الآفة الكبيرة التي بدأ العالم يعاني منها. أحبة المشاهدين، بما أن اليوم المرحلة الأولى لزراعة 20,000 فسيلة من النخيل في بادية السماوة، لازم نلتقي ويا مسؤول البستنة الأستاذ عادل. السلام عليكم. أهلا وسهلا. شلونك أستاذ عادل؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. طبعا أنتم بالبداية الله يساعدكم بوسط الصحراء وتعملون هذا العمل الكبير جدا حقيقة، يعني ربي يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. طبعا اليوم 21 آذار عيد الشجر العالمي، تحتفل به أغلب بلدان العالم والعراق من هذه البلدان. طبعا احنا هنا في صحراء السماوة، مو 20,000 فسيلة نبدأ بداية 20 هو مليون، هو بنقطة الشروع في زراعة مليون نخلة متعددة الأصناف. واليوم نبدأ بزراعة حقل 400 دونم بمساحة الذي يغطيه 20,000 فسيلة. 20,000 فسيلة مختلفة الأصناف، متداولة في منطقة الشرق الأوسط. صنف البرحي من الأصناف الراقية جدا، وصنف المجهول، وصنف الديري، وصنف بريم. هذه الأصناف ستزرع كمرحلة أولى. أستاذ عادل، اليوم المشاهد يسأل يقول يعني معقولة ممكن تعيش نخلة بوسط الصحراء؟ هل أكو يعني الظروف البيئية ملائمة؟ الظروف البيئية ملائمة. الصحراء العراق هي امتداد لصحراء السعودية التي حاليا ملايين النخيل في السعودية، ملايين النخيل في المدينة المنورة، ملايين النخيل في مكة، ملايين النخيل في شمال المملكة. شمال المملكة يعني بادية السماوة، يعني نفس الظروف الموجودة في السعودية هي نفس الظروف الموجودة في العراق. رجال العراق هم رجال الزراعة، رجال المهمات الصعبة. أرض السواد، احنا أرض السواد كما يقال، فقادرين بإذن الله وهمة أبطال الحشد الشعبي. أستاذ عادل، أيضا سؤال مهم، طريقة السقيها شلون؟ السقي أغلب عمليات السقي هاي المليون نخلة اللي نبدأ بها نظام ري متطور جدا، هو تحت التربة، نظام متطور جدا، يعني مو نظام تنقيط ولا نظام رش، صوندات تحت التربة لتقليل الضائعات المالية وعدم نمو الأدغال، وتكون كميات الماء المصروفة مقننة بشكل جيد. هسه فرضا اذا زرعنا مليون نخله ان شاء الله في باديه السماوه، تقريبا انتاجها من التمور ايش قد يصير؟ هذا النخيل المستخدم هو نخيل نسيجي، ووصل الى عمر 3 سنوات داخل البيوت، يعني هسه هو جاهز لعمليه الزراعه، ان شاء الله بعون الله اذا توفرت الظروف من سقي وتعشيب وتسميد ملائم جيد خلال السنوات 3 نقطف الثمار بعون الله تعالى. إن شاء الله. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. طبعا احبتي المشاهدين، التقينا ويا استاذ عادل وتكلمنا على موضوع البستنه واهميه البستنه. طبعا الاجواء هنا شويه يعني مختضه بوجود الاعلاميين والعاملين، والان انا داخل بوسط كلام العاملين. طبعا اكيد راح تكون عندنا لقاءات اخرى مع العاملين بهذا المشروع الكبير والمهم والاستراتيجي، ابقوا ويانا. الأخوة الحضور، إن أهمية هذا المشروع تمكن في أنه سيساهم في توفير الكثير من فرص العمل لهذه المحافظة. المعطاء وهو المفتاح لمستقبل الأمن الغذائي لأبناء الشعب العراقي في مواجهة تغيير المناخ الذي يعد من أهم التحديات التي تواجه العالم بأسره، ولهذا نحن نعمل على أن تكون المثنى وبادية المثنى وما تحتوي من مياه جوفية وأراضي صالحة للزراعة هي سلة الغذاء العراقي، سلة غذاء العراق. وأن شركة المهندس هم مكنوا أن يضعوا البذرة الأولى لتحويل بادية المحافظة إلى سلة غذائية واقتصادية للعديد من المحاصيل، منها محاصيل القمح والنخيل، يعني زراعة مليون نخلة إن شاء الله في هذا اليوم، يعني 21 آذار في السنة القادمة تكمل زراعة مليون نخلة في بادية المثنى. وأيضاً زراعة الجيجوبه ذات الفوائد الاقتصادية، حيث تعتبر هذه النبتة المقاومة للظروف البيئية الصحراوية، من النباتات الغنية بالزيوت غالية وعالية الثمن، التي تدخل في إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية والوقود، إلى جانب وأهميتها وأهمية مخلفاتها في صناعة الأعلاف للثروة الحيوانية. ومن هنا أتقدم بالشكر الجزيل لدولة رئيس الوزراء المحترم لدعمه هذه المشاريع، وكذلك أقدم شكري وتقديري وثنائي لأخي الحاج أبو فدك رئيس أركان الحشد الشعبي وجميع من ساهم في انطلاق هذا المشروع العظيم في محافظة المثنى. الجميع يعرف محافظة المثنى هذه الصحراء العظيمة التي تمتلك مياه جوفية لا يمتلكها أي بلد، يعني تقريباً 18 مليون دونم في زراعة البادية، 18 مليون دونم، ثاني مساحة بالعراق، وهي زراعية وصناعية وتجارية. أحبة المشاهدين، على لقائنا مع الأستاذ سهيل عبد كاظم مسؤول الزراعة الاستراتيجية والمرشات في مشروع المهندس، هذا المشروع اللي حقيقة سوى نقلة كبيرة جدا في بادية السماوة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. طبعا شرف نلتقي بحضرتك. الله يسلمك، الله يعزك، رحم الله والديك. الله يسلمك. على مود اليوم المشاهد يفهم موضوع انه مو فقط التو اليوم على مود زراعه فساء النخيل، اكو ايضا زراعه استراتيجيه، اشرح لنا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقه احنا عندنا مرشات محوريه، كل مرشه محوريه تفتر محور كامل 125 دونم. فالله سبحانه وتعالى يقول وزرعنا من وخلقنا من الماء كل شيء حي. احنا في حقيقه هاي بادية السماوة ارض صخريه جدا صخريه جدا، فالزراعه بها صعبه، كانت صعبه ولاقينا ما لاقيناه من اليات من معدات الى هذا، فالحمد لله والشكر بنينا احواض، كل احواض طوله 250 متر، هذا يحتوي على 7500 مكعب، يحمل على كل حوض ياخذ عنده 4 مرشات، كل مرشه تاخذ 125، يعني كل حوض ياخذ 500 دونم زراعه، والحمد لله والشكر احنا هسه زرعنا تقريبا ما يقارب اكثر من 20 حوض، والحمد لله والشكر هسه احنا عندنا 10000 دونم تقريبا، اكثر من 10000 دونم محوري فقط، هذا فقط على المرشات، اضافه الى ذلك زرعنا زراعه الديم اكثر من 40 دونم على الديم، زراعه على امطار والحمد لله والشكر الله سبحانه وتعالى السنه وافانا بامطار والزراعه مالتها خير من الله والحمد لله. اليوم انتم كعاملين هنا في وسط الصحراء تعانون اليوم من مواضيع، لو اكو متوفره كل الخدمات اللي يحتاجها اليوم اي عامل؟ والله احنا في شركه المهندس، اكيد احنا اكو ظروف عانيناها ما عانيناها، بس الحقيقه معداتنا، ومثل ما حاربنا بالجبهه وانتصرنا والله نصرنا بالجبهه، انتصرنا في زراعه الحنطه وان شاء الله، وان شاء الله الاقتصاد تعرفون انتم الاقتصاد والحرب الاوكرانيه راح تاثر جدا، راح تاثر عليها، فالحمد لله والشكر هسه احنا عندنا زراعه الحنطه ان شاء الله السنه في باديه السماوه، يعني خير من الله زراعه. عندك رقم ممكن تتوقعه؟ اكثر يعني خير من الله، اكثر من 10000 طن نطلع لنا ان شاء الله واضافه الى ذلك عندنا بيوت زجاجيه هنا، نعم. احنا ناويين ان شاء الله جول بيها والمشاهدين، احنا ناويين ان شاء الله اكتفاء ذاتي في هذا المشروع، اكتفاء ذاتي العراق كله، واحنا عندنا برنامج بعد على اساس عجول، محطات عجول، محطات تسمين عجول وهذا، والحمد لله والشكر. التحيه والشكر، الله يبارك فيك ويسلمك، شكرا جزيلا. طبعا حبيبة المشاهدين شاهدتوا اللقطات الجميلة جدا بموضوعة المزروعات، إن كانت اليوم بيوت بلاستيكية وكانت فسالة وحتى زراعة استراتيجية، هذا الشيء كله بجهود أبطال حاربوا بجبهة، وأيضا اليوم انتصروا انتصار كبير جدا من أجل الأمن الغذائي العراقي. حلقة ممتعة، أبقوا ويانا. أحبة المشاهدين، بهذه الأرض اللي بدت اليوم زراعة أو مشروع زراعة مليون نخلة، وتمتد هذا الشيء لمدة عام كامل. الآن بدأ باليوم الأول مثل ما تشاهدون، ما شاء الله العاملين في شركة المهندس، الشركة العامة اللي حقيقة حققت نجاح كبير جدا وعظيم جدا. يعني مثل ما تشاهدون أمامي أنه نتقدم أنه أكو صعوبة بموضوع مثلا توفير المياه، مثل ما قلنا انه اعتمدوا على المياه الجوفيه، هذه المياه الجوفيه اللي تحتاج ايضا تصفيه، فما شاء الله انه هذه المنطقه احد مميزاتها الكبيره جدا انه تكون مياهها جيده نوعا ما، انه على غير المناطق الاخرى في المنطقه الوسطى او المنطقه الجبليه. خلينا ندخل للاخوه نشاهدهم اليوم. السلام عليكم، شلونك اخوي؟ شلونك بعد؟ حياك الله. اخبارك؟ حبيبي الله يسلمك. تعامل بشركة المهندس؟ اي بلي. العمل شلونه؟ العمل يعني انجازه نعمه من الله. ايش تسوون؟ احنا جاي نزرع مشروع المليون نخله باذن الله تعالى. ان شاء الله جاهزين يعني اذا نجي بعد سنه نلقى مليون نخله تلقاه اوسع واكثر ان شاء الله. ان شاء الله. انت من اي محافظه؟ احنا من بغداد. انت من بغداد وتعمل هنا في باديه؟ اعمل هنا بلي. ربي يخليك، ايش قد تداوم هنا؟ ايش قد ترجع؟ 15 ب 15. الله يساعدك وربي يحفظك، ممنون منك حبيبي. الله يخليك. طبعا حبيبه المشاهدين مثل ما تشاهدون اليوم المشروع صح يخدم اهالي السماوه واهالي باديه السماوه والمحافظات ايضا القريبه، ولكن ايضا جذب فرص كبيرة جدا للمهندسين الزراعيين للعاملين من مختلف المحافظات العراقية، مثل ما شاهدنا مهندسين من محافظة الأنبار وصلاح الدين، ديالى، النجف، بابل، أيضا العاصمة وبغداد، فهذا الشيء إيجابي جدا. راح ندخل أكيد مع العاملين وراح نشاهد أيضا عملهم الكبير جدا مثل ما تشاهدون وياي المصورين. يكون لأول مرة تستخدم تقنيات ري حديثة، مو مثل اللي نشاهده دائما أنابيب أو غيرها من هذه الأمور. يكون استخدامها من تحت التربة. شنو السبب استخدامها تحت التربة؟ على مود مثل ما تعرفون أنه أجواءنا دائما تكون أجواء حارة، أجواء ممكن تزيد التبخر المياه، فمثل ما يقول أنه التقليل من ضائعات المياه. مثل ما تشاهدون أغلب أو أجود أنواع التمور أي استيراد بهذه العملية ما موجود، لأن هذا موجود اليوم كله إنتاج مثل ما يسمى التكاثر النسيجي للنخيل. هذه ميزة التكاثر النسيجي للنخيل بالنخيل الطبيعي والعادي يحتاج سنوات طويلة للإنتاج، هذه بمدة بسيطة، مدة قليلة ما تتجاوز 3 سنوات يبدأ إنتاج هذه النخيل. خلينا نشوف أحد شبابنا هنا العاملين. السلام عليكم، شلون البطل يابي؟ أخبارك؟ شلونك؟ صحتك شلون؟ الله يخليك. امورك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ عباس عبد الله. عباس من محافظة؟ بغداد. هلا يعني من عندنا من اولادك. رحم الله والديك. الله يخليك. شلون؟ ايش تسوي هنا؟ والله دا نزرع. يا الله. اي والله. اجواء حلوه هنا. ان شاء الله حلوه. اي. وجاكم الصيف شلون؟ الحمد لله. الله يستر ان شاء الله. ان شاء الله الله يستر. يعني ان شاء الله بعد سنه اذا نجي هنا نلقاها غير. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الله يخليك. هسه تخصصك بزراعة النخيل؟ زراعة النخيل. اها ممتاز. نعم. ممتاز. ربي يحفظك. رحم الله والديك. الله يخليك. أحبة المشاهدين، يعني هذا المشروع وفر يعني فرص عمل كبيرة جدا لمختلف الشباب بمختلف المحافظات، يعني إن كانوا خريجين دراسة الزراعة وأيضا هندسة مياه، حتى يعني أمور مثل المحاسبة وغيرها، مثل ما تعرفون عدد كبير جدا مثل ما يحتاجون. ننتقل إلى عدد كبير جدا مثل ما تشاهدون خلفي للعاملين. البداية الزراعة الآن مثل ما كنا كان حضور كبير جدا مثل ما شاهدتوا، حضور لممثل دولة رئيس الوزراء المتمثل اليوم بالأستاذ فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي، أيضا حضور كبير جدا عدد من النواب اللي حاضرين، واللي أيضا كان يختص بهذا الموضوع هو رئيس لجنة الزراعة السيد فالح الخزعلي. وخلونا ننتقل نشاهد يعني مثل ما تشاهدون مثل هذه الانواع يعني الخستاوي وغيرها، الزهدي، مثل يعني باحتياجات اقتصاديه كبيره جدا هذه الانواع من النخيل. اذا يقدر مصورينا على مود حتى تشوفون موضوع السقي تحت التربه مثل ما تشاهدون، هذا من هنا يكون سقي تحت التربه ما يحتاج. خلي ايضا نساعدهم افضل، يكون هيك افضل على مود يكون مباشره إلى سقي تحت التربة. أحبة المشاهدين، راح شوية المسافة بعيدة جدا وشوية تعبنا وأتربة وغيرها، فإن شاء الله خلينا نتجول وننتقل إلهم. السلام عليكم. شلونك أخوي؟ شلونك بعد؟ الله يخليك. صحتك شلون؟ الله يحفظك. أريد أعرف مهمتك هنا شنو؟ أنا مهندس مدني هنا على مواقع الانشائيه لشركه المهندس. يعني اليوم بشركه المهندس ما استقطبوا فقط اختصاصات الزراعه، يعني يحتاجون غير اختصاصات. بلي اكو جملونات هنا، محطات تحليه مياه، نعم. كذلك ابراج الاتصالات، قواعد لابراج الاتصالات، هاي كلها ضمن كوادر شركه المهندس، يعني احنا منتسبين ضمن هيئه الحشد الشعبي. نعم. شنو الصعوبات اليوم تواجهها مثل هيك بيئه يعني استثمار يكون بها صعب جدا خاصه الاستثمار الزراعي؟ يعني ربما هسه الصعوبات يواجهوها المختصين بمجال الزراعه اكثر من عندنا، لان احنا جاي نتعامل كمهندسين مدنيين وبمواقعنا التربه جيده وما عندنا اي اشكال بيها، بس ربما ما تناسب مجال الزراعه. اي كاشكالات احنا ما عندنا، ربما بس الجو. الله يخليك. اي الرياح احيانا تعيق اعمال الكرينات وهذا. جايكم الصيف ان شاء الله يساعدكم. الله يحفظكم يا ابو المناظر. تعال نظاراتك شنو يا عمي؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تعرف باسمك؟ محمد. الله، شنو مهمتك بهذا المشروع او بشركه المهندس؟ انا مشغل مولده. مشغل يعني ايضا مثل ما قلنا انه مو فقط زراعه. نعم اصناف. جيد. مشغل مولده، المزاري، السائل. هذا المشروع الكبير جدا مثلا كم امبير يحتاج؟ ما وصلت لابد وطنيه مو؟ اي بس مولد، مواطنيه ما جاري له بعد. 24 ساعه لازم؟ اي مولد 24 ساعه شغال. الابار المواطير شغاله كلها على المولدات. تقريبا كم امبير يحتاج كم مشروع؟ ما اعرف والله الصراحه، انا اعرف على قد يعني انا عندي 1200 امبير بس. هذا تخصص هذا الخاص. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله حبيبي استاذنا. نتعرف. مصطفى. مصطفى من وين ايمن؟ من البصره. من البصره، ما شاء الله مثل ما قلنا لكم بصره، بغداد، محافظات اخرى، شنو تخصصك بهذا المشروع؟ انا سايق. سايق. اي نعم. يعني ايضا مو تخصصك زراعه بس هو ما شاء الله المشروع جامد. اي نعم. يعني نقل شنو مواد او نقل عاملين؟ مواد، نقل عاملين. جيد. نعم. يعني تطلع محافظات اخرى. اي نعم اي نعم اي نعم. ممتاز. حسيت صارت اكو حركه بالسماوه بعد هذا المشروع من لما انفتح؟ اي نعم. يعني حركه اقتصاديه. حركه اقتصاديه نعم. ربي يحفظك. رحم الله والديك استاذنا حبيبي، رحم الله والديك ممنون. احبتي المشاهدين مثل ما شاهدتوا انه اليوم المشروع ممكن يفكر انه مثلا مشروع زراعي خلص يفيد فلاح ومزارع ومهندس زراعي، لا، السائق، مشغل المولده، المهندس المدني، المتخصص بامور اخرى، يعني ما شاء الله ما شاء الله يعني تخصصات كبيره جدا ومثل ما شفتوا بمختلف المحافظات العراقيه. السلام عليكم. شلونكم شباب؟ يا انت هم شاب، شلونك؟ صحتك شلونه؟ من وين؟ حياك الله بسماوه. سماوه، يعني انت من اهل مكه ادرى بالشعار. المحافظه نعم. محافظه صح، باديه السماوه صحراويه، كنتوا متاملين في اليوم راح تنزرع؟ لا ابد. لا ما متاملين. يعني هذا اليوم معجزه دلوقتي. هذا اليوم معجزه ويعني ما متاملين قبل هيك شيء والحمد لله ان شاء الله اليوم بادرنا بزراعه 20000 نخله. هاي مرحله اولى. مرحله اولى لحد ان شاء الله سنه كامله الى ان نوصل الى مليون. مليون. تخصصك شنو عملك هنا؟ تخصص حاليا عمليات شرق دجله. مسؤول عمليات شرق دجله. ممتاز. نعم. تعانون من امور صعوبات اكيد يعني مسافه بعيده. ان شاء الله ان شاء الله بجهود الخيرين وبجهود هاي كل صعوبات ماكو. وان شاء الله بهاي الابتسامه ماكو. ان شاء الله ان شاء الله. ربي يحفظك. الله يحفظك رحم الله والديك. الله يخليك الله يحفظك. احبة المشاهدين يعني اليوم احنا على بعد تقريبا 40 كيلو متر من الحدود السعوديه. قريبه جدا. مثل ما سمعنا انه هناك استثمارات خارجيه، فاليوم يقول لك يعني اهل المنطقه واهل البلد، اهل المدينه هم اولى بارضهم وبرزقهم وبتعبهم وبميهم. ماكو داعي اليوم اذا عندنا احنا ما شاء الله هيك امكانيات كبيره جدا خلال دقائق معدوده نصف ساعه او ساعه تزرع هيك الاف من شتلات وفسائل النخيل، احنا ما محتاجين بس محتاجين اراده قويه، محتاجين دعم حكومي مستمر. أحبة المشاهدين إلى هنا تنتهي التغطية الخاصة من برنامج أرض السواد من محافظة السماوة بالتحديد أكثر، بادية السماوة أو صحراء السماوة. هاي الصحراء اللي قبل كم سنة إذا نقول للشخص إنه راح تنزرع ممكن ما يصدق، ممكن يعتبرها شيء من الخيال، ولكن الإرادة تصنع المستحيل. كل الشكر والتحية إلى هيئة الحشد الشعبي وعلى كل الأبطال وفي شركة المهندس وكل المستثمرين العراقيين اللي اليوم دا يصنعون المعجزات ودا يحولون الخيال إلى واقع جميل. يا رب سنة بعد سنة يوم بعد يوم تنجح كل هذه المشاريع وتكون بادية السماوة مركز اقتصادي وطني عراقي مهم. يا رب تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل قناة الأيام الفضائية ونلتقيكم بتغطيات وحلقات أخرى. إلى اللقاء.